verde com frequency response. E mai la che per frequency response. E l'altra ha lingua tra resistor, lingua da calzare in solito. E andiamo a mettere di frequency. E auto con il sesto da, per la fa costare in solito, per la sua frequency. Ma lei che mi va lì a mettere di portare, di fase o tempo. Stamè? Poi, se ti hai scan di, lei ha il tuo brisci, dove ha il tuo bitare, no, ma tale, ha il tuo بتاع الانبوت في حاجه اسمها الفيز شيفت اللي هي بتاع رمز الفار. طب ايه موضوع الفيز شيفت ده؟ دلوقتي لو جيت ارسم الريسبونس بالشكل ده عند الانبوت وعندي مثلا اوت بالشكل ده كده هتلاقي اللحظة اللي فيها الانبوت عند الماكسيمم بتاعته الاوتبوت ايه؟ لسه ما وصلش للماكسيمم صح؟ الماكسيمم فبالتالي ده عندي فيز وده عندي فيز مختلفة. الفرق بينهم بنسميه فيز شيفت، يعني فرق الزاوية ما بينهم بنسميه فيز شيفت ورمز فاي. فبالتالي الانبوت لما بيدخل على السيستم بيخرج الاوتبوت منه، فالبريتيود مختلف وبيخرج بايه؟ بفيز مختلف. طيب ايه علاقة الفريكونسي ريسبونس ده بالاستابيليتي؟ دلوقتي السيستم اللي عندنا ده اسمه اوبن لوب سيستم. يعني ده سيستم بيدخل انبوت وبيخرج منه الاوتبوت من غير اي فيدباك. طيب لو انا عندي كلوز لوب سيستم يعني عندي انبوت هيدخل مثلا على سيستم زي كده بعد كده الاوتبوت هاخد بيه فيدباك يرجع تاني للانبوت. هنا ممكن تحصل لي مشكله في الاستابيليتي. يعني ايه؟ دلوقتي الاوتبوت الانبوت اللي داخل ده بقى متقسم بايه؟ بالاوتبوت اللي بيطلع، فممكن الفيدباك اللي بعمله يخلي السيستم ده مش ستيبل. يعني ايه؟ يعني الاقي الامبليتيود بتاع الاوتبوت قاعد بيزيد لانفينيتي لحد مثلا ما السيستم يحصل فيه فيلير او يحصل اي مشكله. او ممكن السيستم يبقى ستيبل الاقي الامبليتيود بيقل. او ممكن يبقى كريتيكال ستيبل الاقي الامبليتيود محافظ على ايه؟ على فينتو مع الطايب. فلما ابدا اعمل فيدباك بتبدا تظهر لي مشكله الاستابيليتي. طيب احنا خدنا طريقه السكشن اللي فات نعرف بيها اذا كان السيستم هيبقى ستيبل ولا لا اللي هي كانت الروز كرايتيريا. السكشن ده هناخد طريقه جديده اللي هي البول دايجرام. فعشان نعرف البول دايجرام ده بيترسم ازاي او ازاي بنشتغل عليه، فاول خطوه بنعملها لازم نجيب معادله الجين ومعادله الفيز شيفت. طيب دي نعملها ازاي؟ لو خدنا مثال مثلا الترانسفير فانكشن دي فاول خطوه بنعملها عشان نجيب المعادله بتاعت الجين والفيز شيفت ان احنا نشيل اس ونعوضها بجي اوميجا. تمام؟ طيب التعويضه دي جت منين؟ اللي عايز يفهمها يعني دلوقتي لو عندي الانبوت اكس اوف تي بتساوي ايه ساين اوميجا تي، هو ده الانبوت ايه ساين سويد. تمام؟ لو انا جيت ممكن اكتبها بالشكل ده عباره عن اي اي في اي بار جي اوميجا تي. تمام؟ بالاويلر فورمولا بحاول الساين اوميجا تي لايه؟ الكومبلكس نوتيشنز، ودي حاجات احنا خدناها قبل كده. طيب بعد كده لو جيت اجيب دي اكس باي دي تي هتساوي كام؟ هتساوي اي جي اوميجا باور في اي باور جي اوميجا تي اللي هي هتساوي جي اوميجا في اكس، صح كده؟ لو جيت اعمل لابلاس ترانسفورميشن هلاقي ان اس في اكس اوف اس هتساوي كام؟ جي اوميجا اكس اوف اس، هلاقي ان دي راحت مع دي، هلاقي ان اس بتساوي كام؟ بتساوي جي اوميجا، صح؟ يبقى في حاله السينسوريد انبوت بقدر اشيل اس واعوض عنه بكام؟ جي اوميجا. وبالتالي ممكن اعمل التعويض ده عشان اوصل في الاخر للجين والفيز زي ما هنشوف. فاول خطوه عندك في المساله لو انت عايز تجيب معادله الفيز والجين تشيل اس وتعوض عنها بكام؟ بجي اوميجا. طيب لو جينا نعمل كده في الترانسفير فانكشن واخدين لها مثال هنا هنلاقي ان جي اوف اس هتساوي كام؟ كي على تام اوميجا جي بلس 1. طيب الخطوة الثانية هتطلع في الكونجكت.
الجزء الإيماجيني. فده يبقى بالشكل ده جي اوف اس هتساوي كي تاو اوميجا جي بلس 1 هتضرب في ماينس تاو اوميجا جي بلس 1 وده برضه ماينس تاو اوميجا جي بلس 1 وده هيساوي 1 زائد تاو سكوير اوميجا سكوير وهنا كي 1 ماينس تاو اوميجا جي. طيب تالت خطوة بتعملها انك بتفصل جزء الإيماجري وجزء الريال. هتبقى سيباريت ريال عند الإيماجري بارتس. هتبقى هنا جي اوف اس تساوي كام؟ كي على تاو اوميجا تاو سكوير اوميجا سكوير بلس واحد ماينس كي تاو اوميجا على تاو سكوير اوميجا سكوير بلس واحد ده يبقى مربوط في جي. تمام؟ رابع خطوة الجيم بيساوي ايه؟ بيساوي روت ريال بارت سكوير بلس ايماجيني بارت سكوير والفيز اللي هي 5 بتساوي تان انفرس الايماجيني بارت على الريال بارت. يعني لو جينا نطبق الكلام ده على المسألة دي هنلاقي ان الجين يساوي كي سكوير على تاو سكوير اوميجا سكوير بلس واحد هول سكوير زائد الكلام ده برضه سكوير. محدش ياخد الجي معاك في الجيم، يعني لما اجي اقول الريال بارت زائد الريجنال بارت بقصد الرقم المضروب في ايه؟ في الجي، ما تدخلهاش تاني تحت الروت. وفاي ساعتها هتساوي تاني انفرس تبقى تاو اوميجا. فال انفرس نيجاتيف تاو اوميجا. تمام؟ لا على المسألة اللي احنا شرحناها، دلوقتي احنا جبت ايه؟ معادلة للجين، معادلة للفاي، هنلاحظ ان المعادلة دي معتمدة على الأوميجا صح؟ يعني كل ما الفريكونسي بتاع الإنبوت بيتغير، كل ما الجين بيتغير صح؟ بتاع الأوميجا وكمان بيتغير مع ايه؟ الفيز شيفت. فلما جم يمثلوا بقى المعادلة دي، جم يرسموها كده، طلعوا بحاجة اسمها سبوت دايجرام. فكان بيبقى بالشكل ده. طيب انا لو جيت ارسم الجين جيت ارسم المعادله دي مع الاوميجا هتطلع لي كيرف بالشكل ده. بس الجين هنا بالديسيبل، يعني ايه بالديسيبل؟ الجين عشان اجيبه بالديسيبل بتساوي 20 لوج الجين. تمام؟ فحول الجين اللي عندي ده بالديسيبل وارسمه مع ايه؟ وارسمه مع الاوميجا، واوميجا دي باللوج سكيل، يعني بودا جرام ده لما بترسم الاوميجا بتبقى باللوج سكيل. تمام؟ ونفس الكلام ارسم الفيس شيفت مع ايه؟ مع الاوميجا. ده كده اسمه البود دياجرام اللي احنا رسمناه ده. يعني البود دياجرام هو مش حاجه غير ان انت بترسم بس الجين والفيز اللي انت جبتهم من الفريكونسي ريسبونس. طب اهميه البود دياجرام في ايه؟ ان انت ممكن تعرف منه الاستابيليتي بتاعت السيستم. انا عايز تعرف لو السيستم ده اشتغل في فيدباك او اتعامل في كلوز لوب هل السيستم ده هيبقى ستيبل ولا ان ستيبل. طب بنعرفها منين؟ تيجي عند الزاويه اللي هي نيجاتيف 180. تمام؟ تيجي عند الزاويه نيجاتيف 180 درجه في الكيرف بتاع الفيشه تمشي الريزولت كده، مش عايز تشوف بس بقى خالص. مش عايز تشوف. هتيجي عند نيجاتيف 180 تمشي الريزولت لحد ما تطلع الكيرف ده وتطلع لفوق.
هتخلص الكيرف بتاعك ايه؟ تمشي برضه هوريزونتال. بعد كده تيجي عند الصفر عند النقطه اللي الجيم بتاعها بزيرو تمشي هوريزونتال برضه تنزل تمشي كده. طيب المسافه دي كده اسمها جين مارشال، والمسافه دي اسمها الفيز مارشال. ودول عن طريقهم تقدر تعرف اذا كان السيستم ستيبل ولا لا. هنشوف ازاي. باشمهندس الليمت بتاعت الجين هنا ايه؟ تي سي بيز. لا قبل ما احولك هو الجين اصلا ده ريشيو صح؟ تمام. الجين ده عباره عن نسبه مش امبليتيود على امبليتيود. قلت لها ملوش يونتس. تمام كده؟ طيب دلوقتي عشان اعرف السيستم بتاع ستيبل ولا لا بشوف الخط اللي طالع من نيجاتيف 180 ده. لو لقيت ان البروجيكشن بتاعه نزل تحت زيرو تمام نزل تحت زيرو يبقى الجين مارجن ده بشرطه بوستيف والفيز مارجن بيبقى بوستيف. في الحاله دي السيستم بيبقى ستيبل. لو لقيت ان الخط اللي طالع من نيجاتيف 180 طلع فوق الزيرو بيبقى ساعتها الفيز مارجن والجين مارجن شريطهم النيجاتيف يبقى السيستم ان ستيبل. لو الخطين طبق على بعض يعني لو الخط ده نزل على زيرو بالظبط بيبقى السيستم ده مارجن ستيبل. تمام دي الطريقه اللي بنعرف بيها بالبول دياجرام اذا كان السيستم ستيبل ولا لا. وانا هكتبها حتى هنا الشكل ما بيتغيرش قصدك؟ هو انا لو جيت على حساب 180 وطلع فوق لا هو مش ثابت. لا مش ثابت بس ممكن يتغير فقط. ممكن في كيرفات ثلاثة تتغير على حسب الكيرف اللي هيجيله. طيب ما ده الكلام اللي انا قلته ان انت الخط اللي طالع 180 لو نزل لو جيت تعمل له بروجيكشن هي طلع تحت زيرو يبقى ساعتها ستيبل والمارجن مش عندك يبقى بوستيف. لو طلع فوق الزيرو بيبقى ان ستيبل والمارجن نيجاتيف. لو طلع على زيرو بالظبط يبقى مارجن ستيبل. طيب نبدا نحل في المسائل. رقم 3 ده سكند اوردر سيستم وقال لي انا عايز اعرف الجين والفيز بتاع السيستم ده. تمام فهمشي بنفس الخطوات اللي انا مشيت عليها قبل كده. اول حاجه هعمل ايه؟ اشيل اس واقعد عنها جي اوميجا تبقى جي اوف اس هتساوي كام؟ اوميجا ان سكوير اوفر جي اوميجا سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان جي اوميجا بلس اوميجا ان سكوير. تمام؟ تعال صوت شويه بعد كده نكمل. جي اوميجا سكوير هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف اوميجا سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اوميجا ماشي؟ ممكن اعمل ايه هنا؟ ممكن اجمع الجزء الريال لوحده والايماجن لوحده. فده يبقى اوميجا ان سكوير ماينس اوميجا سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اوميجا جي. طيب واضرب الكونجيجيت كده يا شباب. بعد ما رحت في الكونجكت وصلت للشكل ده
تمام؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طب بعد كده بفصل ايه؟ الريال على الماجنت. هتبقى جي اوف اس هتساوي تالي كونستانس اللي فيه فده سيستم وتالي كونستانس اللي فيه تمام وقال لي انا عندي الانبوت بتاعي بيتغير من نيجاتيف 34 درجه ل 34 درجه عايز اعرف الامبليتيود بتاع الاوتبوت والفيز شيفت بتاعه طيب ابقى ايه الامبليتيود بتاع الانبوت كام في المساله دي 34 هو الغام نيجاتيف 34 يبص في 34 فالامبليتيود بتاعه كام هو ساين ويف هو عباره عن ساين ويف بالشكل ده بنغير من نيجاتيف 34 ل 34 يبقى الامبليتيود عباره عن ايه 34 درجه هو عايز يعرف الامبليتيود بتاع الاوتبوت وعايز يعرف الفيز بتاعه تمام طيب
طب احنا دلوقتي عرفنا نجيب الجين هنقدر ايه؟ عرفنا الجين اللي هو الامبليتيود ريشيو هنقدر نعرف الامبليتيود بتاع الاول بكام صح؟ واحنا اصلا عملنا الكلام ده فين؟ في المساله اللي قبلها هو حتى بيقول لك استفاد من القانون التوصيل في المساله اللي فاتت بس الفرق ان احنا عايزين نظبط بس ايه؟ شكل المعادله نوصل بيه للصوره دي المعادله دي بحيث نوصل للصوره اللي احنا بدانا بيها المساله هتبقى جي اوف اس دي بتساوي سيتا اوت على سيتا انبوت بتساوي كام؟ دي بتساوي كي مقسومه على جي نوت اس سكوير زائد اف اس بلس كي تمام؟ طب احنا عايزين نوصلها بالصوره اللي فيها زيتا واوميجا فنعمل ايه؟ نقسم على جي نوت صح؟ فيبقى ده هيساوي كي اوفر جي نوت على اس سكوير بلس كي على جي نوت اس بلس كي على جي نوت بعدها اجيب ايه؟ اجيب من هنا زيتا وتجيب الناتشرال فريكونسي بعد ما جبتهم انت اصلا وصلت للقانون مش كده؟ تعوض في القانون بتاع الايه؟ والقانون بتاع الفيز شيفت يبقى انت كده ايه؟ جبت المطلوب هتضرب بس الجين في الامبليتيود بتاع الانبوت عشان توصل لايه؟ الامبليتيود بتاع السيتا اوت تمام؟ فاهمين في المساله اللي بعدها في اي حاجه مش مفهومه في المساله دي؟ طيب مساله رقم اربعه دالنا سيستم برضو ركزوا معايا يا شباب دالنا سيستم بالشكل ده وقال ده اوبن لوب سيستم فمش مشكله احنا كده بنشتغل على اوبن لوب سيستم ودي المعادله بتاعته عاوز ايه اول حاجه عايز برضو الجين الديسيبل وعايز ايه عايز الفاي اللي هو الفيس انجل طيب ما عرفتش نفس الخطوات برضو يبقى اول حاجه هنشيل اس ونعوض عنها بايه؟ بجي اوميجا ده يبقى جي اوميجا في 1 بلس 4.4 جي اوميجا في 1 بلس كام؟ 4.2 جي اوميجا طيب بعدين الكلام ده يساوي ايه؟ نظبط شويه الدين نومينيتور فده يبقى عباره عن جي اوميجا ناقص 4.4 اوميجا سكوير مضروب في 1 بلس 4.2 جي اوميجا طيب فده هيساوي ايه؟ نكمل كمان يبقى جي اوميجا فور ديس انا السكشن الثالث في الامتحان خلاص استنوا بره شويه وفي الامتحان السكشن الثالث فده جي اوميجا زائد او بوينت 2 هنضرب الترم ده في الترم ده طيب يبقى انا عملت ايه؟ ضربت الاقواس دي كلها في بعض بعد كده بحاول لان دي مونيتور اقسمه الجزء الريال والجزء الماجنت فلان الجزء الريال عباره عن نيجاتيف 4.6 اوميجا سكوير والجزء الايماجينري عباره عن اوميجا ناقص 4.28 اوميجا كيو جي طب الخطوه اللي بعد كده كنت بعمل ايه؟ يا شباب بعمل ايه بعد كده؟ بضرب سمبولات طيب نكمل المسألة باشمهندس نعم الاتش دي ليه؟ الاتش دي
H of S cos θ. بس عندي طلع كده ليه؟ هي كانت closed loop function كده. طيب فالترانسفير فانكشن بتاعتها بتبقى عباره عن ايه؟ زي ما خدنا في البلوك ديجرام جي اوف اس على واحد زي جي اوف اس في اتش اوف اس. تمام؟ الاوبن لوب فانكشن بتاع الكلوز لوب دي هي جي اوف اس اتش اوف اس. ليه؟ لان انت عندك السيجنال بتتاثر بجي اوف اس بعد كده بترجع بتتاثر في اتش اوف اس. فانا في الاوبن لوب باخد بس الجزء قبل ما اعمل ايه؟ قبل ما اعمل فيدباك. ده اللي بدرس عليه الاستابيليتي. عشان كده هو ده جي اوف اس اتش اوف اس. يعني هو لو في الامتحان جالك في اللوب دياجرام وقال لك عايز اعرف الاستابيليتي بتاعته هتاخد بس ايه؟ الجزء الاوبن لوب ده اللي تشتغل عليه. تمام؟ طيب ده هيساوي نيجاتيف 4.6 كي اوميجا سكوير نيجاتيف اوميجا نيجاتيف 4.28 اوميجا كيو كي جي. الكلام ده مقسوم على ايه؟ بعد كده ايه؟ وصلنا للرياكت والمجد. بعد كده عايزين نجيب الجين هنسوي روت ريال كارب سكوير زائد المجد الكارب سكوير والفيس هيساوي كام؟ تان انفرس الايميجنال على الريال. طيب بعد كده ايه؟ ده الحل في المساله. طبعا انت هنا الخطوه دي ما بتكتبلوش كده، بتكتب له ايه؟ تعمل التعويض برضه، تكتب له معادله كامله. تقول ايه؟ يقول لك باستخدام الماتلاب ارسم البوت دايجرام لاوميجا من اوبن مواد كام؟ عند 10 عند كي بتساوي 1. فانت لو دخلت المعادلات دي على الماتلاب حطيت كي 1 او قطع الاوميجا من اوبن مواد 10 هتلاقي النتيجه وارسمها لك بالشيت. هذا المفروض نتيجة طلعت بالشكل ده. بس ناخد بالنا ان الجين لازم يكون بالديسيبل. تمام؟ وناخد بالنا ان الاوميجا لازم تبقى لوج سكيل. طيب بعد ما ترسم البول دايجرام انا شفت السبب بيقول ايه بقى؟ حد بيسال؟ بسيب كده. نعم؟ ده برسمه سيف كده. لا انت مش هترسم، مش هتعرف تسيبه في الحياه، بس انت عشان ترسمه لازم ترسم البرنامج. بس هو ممكن يجي لك مرسوم او في شيت رسمه منه وبعد كده تشتغل عليه، انما انت مش هترسمه. طيب المفروض اللي بعد كده بيقول عايز تعمل كي بيقول عايز يعرف قيمة ايه اللي تخلي السيستم ده كريتيكال ستيبل. طيب انا لو عندي هنا زاوية نيجاتيف 180
هنفترض مثلا رسمه طلع بالشكل ده تمام. هو عايز قيمة ك تخلي ايه؟ تخلي الخطين دول ينطبقوا على بعض صح؟ اذا عايز قيمة ك تخلي عند زاوية نيجاتيف 180 الخط ده ينزل عند كام؟ ينزل هنا هي زيرو مش كده؟ يبقى عند فاي بتساوي نيجاتيف 180 هتجيب الاوميجا ممكن تجيبها من البور دياجرام نفسه او ممكن تجيبها من المعادلة بتاعتها اللي هي المعادلة دي. فعند فاي نيجاتيف 180 هتجيب الاوميجا بعد كده تعوض بيها في معادلة ايه؟ في معادلة الجي تمام؟ بس المعادلة دي تبقى في دي سي فاليو. يبقى تاني هتيجي على نيجاتيف 180 تجيب اوميجا تعوض بيها في ايه؟ في معادلة الجي. معادلة الجي دي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو صح؟ انت عايز على نيجاتيف 180 يبقى الجي بكام؟ بزيرو. ومن هنا تخلي الجي ايه؟ هذه قيمة الـ K خلاص؟ طيب المطلوب اللي بعده بيقول عايز قيمة الـ K عايز قيمة الـ K عشان يوصل لفيز مارجن 20 درجة. طيب يعني فيز مارجن 20 درجة؟ يعني الزاوية دي تبقى كام؟ تبقى نيجاتيف 160 درجة. قلنا دي اسمها فيز مارجن. لو فيز مارجن بوزيتيف 20 درجة يبقى انا لازم الخط ده يبقى فوق يبقى في هنا والمستوى دي كام؟ تبقى نيجاتيف 160 تمام؟ طب يبقى انا عاوز عند نيجاتيف 160 عايز عند الاوميجا دي الاقي الجيم بكام؟ الاقي الجيم بزيرو. يبقى هعمل نفس الحكاية. يبقى عند فاي تساوي نيجاتيف 160 هجيب اوميجا بعد كده اعوض برضه في معادله الجين واساويها بالصفر واجيب منها ايه؟ بجيب منها قيمه كي. في اي مشكله كده يا شباب؟ في حاجه مش واضحه؟ طيب هو كده خلصت انا هروح اشوف مكان تاني فاضي وهرجع اقول لكم.